تكون مجلس السيادة قلنا ما عايزين حصة، ما عايزين محاصصة، والناس دخلوا المنسوبين لنا دخلوا بدون طلب مننا وبدون رغبة مننا، لكن على أي حال ده الواقع. الآن إحنا قلنا في المرحلة دي ضروري الأولى يكونوا بيمثلوا القاعدة الشعبية في كل منطقة، وإلا ما بيتعاونوا مع الناس. عشان كده نحن قلنا في 18 من الولاة، نحن بنعتقد حزبنا بدليل أنه كل الانتخابات العامة اللي أجريت في السودان كانت عندنا الأكثرية، ولذلك حزبنا يقتضي يتطلب الاعتراف له بأنه بتأييد جماهير حزب الأمة في هذه الولايات. إذا ناس قالوا كاني ماني وطبعا الناس قريتي راح كتار قريتي راح كتار، إذا في كاني ماني انتخاب نعمل قانون الانتخاب الأولى عشان ده يقطع كلامنا ويقطع كلامه. الشعب هو صاحب الكلمة، عشان كده احنا قلنا كده انه الولاء اغلبيتهم لازم يكونوا من حزب الأمة لانه هو حزب الأكثرية، ولكن اذا قالوا لا خلاص حيثما يقولوا لا نعمل انتخابات الولاء والناس يقبلوا.